السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عماد الزهير في حلقة جديدة من سيفر ارت ماينرز. في بداية شكرا للدعم الاسطوري قاعد تقدموا لي حلقات، ما اعطيكم الف الف عافية. شكرا جزيلا لكم على الدعم الحلقة الماضية، شكرا جزيلا لكم. نزل لكم مسلسل ارت ماينرز بانتظام على طلبكم، صراحة ما قد اغير، لكن بعد يومين راح اصير تغير تقريبا، راح انزل كم مسلسل جديدة يعني. وكل هذا تقريبا راح يكون منكم، ابيكم تساعدوني بشيء واحد. قبل ذا كله اضغط لايك، لما كنت ضغط لايك واعطنا كومنت جميل زي كذا، واشترك بقناة اذا ما كنت مشترك، وشغل الجرس، لان في ذي الايام ما ادري الجرس صاير فيه، ناس ما قاعد تجيهم اشارات، ثاني قاعد تجيهم اشارات، فشغل الجرس وريح راسك من كل ذي الاشياء. حلو حلو. ابي انزل سلسله جديده في القناه، اللي راح تكون سلسله كاستم مابات. يعني كاستم مابات كذا تختاروا لي اياها ان العبها. طيب مثلا تجي واحد الحين يكتب لي كاستم ماب بالكومنتات، اجي اخذ اسمه واحطه في الحلقه الجاي والعب الكاستم ماب هذا. فراح يكون شيء مره اسطوري. يعني ابيكم تفعلون بالكومنتات بشكل غير طبيعي، ابي كاستمابات خرافيه يعني. واذا في كاستمابات تلعب مع حد وتطلبون ذا الحد العب معه، بعد حطوا كاستماب يكون يعني حق لاعبين وحق ثلاثة وحق اربعة حسب الماب يعني، واطلبوا الناس اللي تبوني العب معهم. حلو حلو. اليوم راح نلعب ارت ماينرز، راح نسلكم فرع السبون، وهذه الحلقة رقم 30. فراح أبي حبيت تكون شوي مرة أسطورية، إن في ناس الحلقة الماضية طبعا طلبوني عبالي أسوي لفة على السبون، إيش الأشياء اللي صارت، الأشياء المصارت. فبدينا هنا من عند خشيم وخشميشة وخشمشمش عائلة خشيمان. فهلا والله، أخباركم؟ صايب ساحب عليكم أجلاء أعلم صايب شوف ترك ساحب عليهم، واحترم نفسك وتعال سلم عليهم. شوف انا اسلم عليهم. هلا خشمشمش، هلا والله، اخباركم؟ يلا السلام عليكم، تبون شيء؟ اطعميكم مساكين. ما اطعميهم. فبداية انا ابي اطعميهم انا، عشان اني مرة مؤدب يعني، واهتم بالحيوانات ويعني كذا يعني، رحوم وكذا يعني. حتى دائما انسى الحين شو مطعمي. نسيت انهم ياكلون جزر ولا؟ يبي ياكلون جزر، فاروح مطعميهم جزر عادي، ما عندكم اي مشكلة. نخدمكم من عيوننا، نحن نخدمكم يا عائلة خشميشو. طيب حاليا وين جزر؟ جزر 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 طرف ثاني اعتقد، صح؟ يب ذاك الطرف الثاني. يلا سريع سريع. فراح نشوف حاليا بدي الحلقة ايش الاشياء اللي صارت في السبون تقريبا. يعني هذه حبة، حبتين، ثلاثة، يكفي ذولي، نطعميهم كلها. يعني يكون شيء حلقة مرة أسطورية، نتكلم عن كم شيء بالحلقة، يمكن من مشاريعنا المستقبلية إن شاء الله. خليكم معنا لآخر المقطع. يا خلنا نطعم ذا بالأول مسكين. هات صاحبه مين أصلا؟ مين صاحبه ذا الحصان؟ ما شاء الله سريع سريع ما شاء الله. حق مين ذا؟ مدري مين احنا نطعميهم جزر؟ حتى جزر مدري نطعميهم. والله اني فاشل ماينكرافت يا شباب. زبده، كلوا كلوا كلوا، والسلام عليكم. ما في شجر كان، المشكله حولنا هنا. والله في شجر كان، تعال نسرق شجر كان ونروح نطعميهم. ايش رايكم نسرقهم بالسبون؟ نسرقهم من ديزاين السبون عادي، ينبت يطلع عادي. انتين كم تعطيني شجر كان؟ انتين عادي نفسها. يلا ريكف كذا، مش قاعد مدلعين، ما ياكلون الا سكر وجزر مطور عادي. ما نبي نطعميه جزر مطور عشان ما يجيبونا واحد ثاني عاد، ما مو ناقصين طعميهم اكل كل شويه يعني، فهمتوا ليش بقى؟ فيكفي واحد المستقبل، يمكن نسوي لهم كذا، نسوي عائله كبيره. يلا خشميجو خشمشمش كل. لا ما بيركب عليه. كل هم 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 حتى شمعك بس عم طوط ياكل، لا الكبير ما ياكل. لان عليه سدل يمكن، صح؟ فزبط امسك الخشميش، وانت احسن واحد كله، انت تستاهل. اوكي ايش رايك بناخذ حصان نسوي فر فيه على السبون؟ بس يبغى لنا حبل نربطه، المشكله خاف ينحاش. انسحب وان شاء الله ناخذهم فره بعدين. حلو حلو. تقريبا هذه المنطقه ما صار جديد شيء جديد، هذه المنطقه خلينا نشوف كذا، تقريبا ما صار شيء جديد. كسرنا الوردة نرجعها، ما صار شيء جديد بالمنطقة تقريبا، ولا هناك تقريبا ما تقدر صار شيء. خلينا نفكر ايش المشاريع اللي صارت جديدة في السبون هالمكان. يب في مشروع حق ريد فوكس سواه، واللي راح يكون تقريبا، خلينا اوريكم هناك.
تقريبا لمحته انا مره، سالت العيال في محل هناك بذاك المكان حق مين، قال حق ريد فوكس، فخل نروح نستكشف يعني نشوف ايش في داخله. اعتقد انه ما ادري، خلينا نشوف. ذاك المحل شايفينه والله شكله خرافي، تدرون شو ذاك حق، وفي محل هنا بعد والله في اشياء يعني انا ما اعرفها. قال لك هذا كويك بيرنينج ماشين، الآلة الحرق باي سويت ميسين، شكرا يعطيك العافية سعودي. آلة الحرق اوكي، تقدر انت تفعله دايموند. ايش مكتوب هنا؟ قل كوك هير، تقدر نحط هنا اوكي. هنا حط شيء اللي بيحرق، وانا حط الكل يعني شيء حلو. وكم تتفاعل تقريبا؟ يقول لك 1 ستاك 1 دايموند، حلو. يعني تبي تحرق ستاك او تبي تحرق ستاك من الموارد تتفاعل حبة دايموند، فخلنا نتفاعله يعني نجرب. دام اننا عندنا موارد في شكل تبي حرق. 1 2 3 4 5 6 7 نقول 8 ذولي، حط 8 ثمان حبات دايموند، فنحطه لي هنا عشان نبي نحرقها هنا. واحد اثنين نحط له 8 دايموند يعني، خلينا نجرب يعني نتفاعل المسكين نفس الوقت نحرقهم، لان صراحة تكاسل احرقهم. فيبغى لنا كول بس، خلينا نشوف عندنا كول. يب عندنا كول، خلينا نحط الكله كامل. لا مو دايموند حبيبي، حط هذول ذا الكول كامل. هنا فرق تحت التبركات ولا ما تحت التبركات، يعني تقدر يفرق مع الالات كل اشياء. وخلنا نحلل تقريبا ذا الشيء، يا تقدر يبغى زياده كل حلله كامل، يعني اذا نقص ولا لا سمح الله صار شيء ما يكون ناقصين. حلو حلو. كل ايش يسوي الحين؟ بدايه الحرق من هنا. طيب اذا ما في كول شم ماش شغل الليفر، وين راح يجينا الشيء؟ اوه شوي فيه شيء، والله ما شاء الله سريعه ما شاء الله. اقرا الثالث 8 حبات دايموند، ف 1 2 3 4 5 6 7 8 يعطيك العافيه سعد، شيء مره اسطوري. فيك ازمه يعني. حلو حلو، نروح للشيء الثاني حق ريد فوكس. خلنا نقمز له من هنا من رمضان بن سعد، تقمز صاير بيد الاسبوع ما ادري ليش. خلنا ندخله نشوف الاشياء الجديدة. تقد يب توتم، يبيع توتم. ولا 32 حبة دامت، يا ساتر والله غالية ترون مرة غالية. تقريبا هذه الاشياء بالطرف هذا، حاليا راح اروح الطرف الثاني وفي مشروع تقريبا صاير من ايش كان اسمه ذاك، ايش اسمه مشروع صاير من والله نسيت اسمه اصلا، جاست فور جيمر. يب مسوي مشروع، طبعا هذا المحل الخشبي تقدر شفتوه ما شفتوه. هذا محل سواه جاست فور جيمر. قبل ما نروح له خلينا نشوف ذا سكه القطار سواها عادل. صورت معه لقطه راح تشوفوها بعد شوي، يلعب لكم منطقه الالعاب. يعني شيء تغير شكل يعني فهمت، بس خلينا ندخل داخل. مسوي بعد هناك قطار، فيب عاطي شكل كذا مره اسطوري في الجسمه، في الجسمه في المين ماب، يعني شيء اسطوري. تقدر انه بيفتح شوب، اعتقد قال انه بيفتح شوب داخل، ف ما ادري عاد ايش راح يكون، شكل خرافي من بعيد يعطي شكل يعني للسبون. خلينا نروح حاليا لمبنى جاست فور جيمر، عندنا جاست وعند جاست فور جيمر فقاعدين نتلخبط شوي. يعني ذاك حق جاست عادل وهذا حق شو اسمه جاست فور جيمر. حلو حلو، هنا البرج هذا مسوي فيه خريطة السبون كامل، شيء مرة اسطوري، شيء ابداع. شوفوا كيف، شوفوا كيف هنا اوريكم مشاريعي انا عندكم. هذا مشروعي، لا 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 اسف اسف ما سويت شيء. ليش عندكم؟ هذا مشروعي وهذا بعد مشروعي، هذا مشروعنا صاحب وهذا مشروعي عندكم، هذا بعد لي عندكم، دي البنوك المتقبات سويتها هنا عندكم، الكافي شوب بعد انا عندنا غرفة هنا بهذا المكان، عندنا لعبة، هذه لعبتنا وهذه لعبتنا وهذه لعبتنا، وش بعد في لعبتنا هنا؟ وهذه لعبتنا وهذا سكننا. يا سلام، بس عندي بالريف ما عندي ولا شيء تدرون، بس عندي اللي هو شو اسمه حق الاحصنة، بس اسطبل بس ما عندي مبنى بالريفي. بغانا نسوي لنا مبنى يعني، مرة يبغانا. يعطيك العافية جست فور جيمر، شيء مرة جميل. حاليا نبي نروح لمنطقة المودرن.
اوكي ايش فيني انا ما اقدر اطير منطقة المودرن نشوف في ايش فيها اشياء جديدة انا في مرة جديدة صايرة لكن انا ما تكلمت عنها فنتكلم عنها حلو حلو نبدا تقريبا نبدا من هنا ندور كذا شوك كذا السبايدر السنطوط موت سبايدر موت حلو حلو جميل جميل هذا شبنا ما هو ذا نفسه وعندك هناك ما في اشياء جديدة كلهم شايفينهم ذاك اللي هناك وعند البرجيف هنا اوه ست كريبر والله ما ادري لمحت كريبر اذا في مشروعين صايرين هنا تقريبا في المنطقة هذه اول واحد حق صهيب خلينا نطير لفوق ما بيطلع من ذي لاني متعقد منها صراحة ما اعرف اجيبها كلها يعني شو اسمه اطيح يعني اكل حلاوة فيكس فساي نفس شو اسمه نظام قلعة او قلعة سفينة اللي تلقوها في الانت ويبيع تقريبا الترا والاشياء هذه الاشياء تقريبا تواجد في الانت فشيء مرة جميل الشيء اللي بعد عندنا هنا تقريبا اللي صار جديد حق سعد بعد هذه الايام شغال ما شاء الله عليه شغال على شيء اللي هو سوى تقدر ريدستون نفس السيزون الماضي يديك تجي هنا تطلب له اي شيء مثلا تبي اي شيء تطلبه منه ايش هذا from here take ريدستون rename it in your order اوكي نبدأ ناخذ شيء مثلا ابي اقول له سعد تسوي لي مثلا آلة بقر منطقتي في هذه الاحداثيات روح سوي لها بالضبط مثلا عندي شيء ما اعرفه بالريدستون راح اسوي لي ابي باب متحرك باب ينفتح ويتسكر ابي زي ذا البيكون يتغير الوانه شايفين كيف نظامه ذا فهي كل الريدستون يعني تقريبا فيعطيك العافيه سعد شيء مره اسطوري حلو حلو تقريبا هذا الشيء اللي صار في السبون او في منطقة المودرن تقريبا اغلب الشعب اخر المنطقة كلها صار منطقة المودرن لانها كانت منطقة المودرن فاضية ف تقريبا كله اشتغل ما بيته سكتني يطقني فابنحش منطقة الالعاب على السريع في منطقة الالعاب بعد اللي اشتغل وشفت الحلقة الماضية اشتغل هذه الاشياء الفيجتس ما ادري يسمونها شيء فيجتس شيء زي كذا فيجتس شيء جديد يعني المجسمات هذه مجسمات جميلة ما وريتكم سكتني المرة الماضية وريتكم بس صورة شوفوا كيف الكيب طلع مرة اسطوري ترى شوفوا كيف زي سبايدر مان سوبر مان يب في بعد اعطاني فكره اني احط على يده مثل الدجاجه المجسم حقنا ذا راح احطه انا كنت افكر قبل احطه لكن ما جاني ذا الكومنت شجعني وذكرني اني احطه شيء مره جميل في كريبر هنا عندي ارز يا ساتر و بام اوكي بس بنروح لمنطقه شو اسمه راح نروح لعبه الكيفنج نشوف من ضدنا انا عرفت من ضدنا لكن اوريكم من ضدنا راح يكون راح يكون ضدنا هذا ذياب وجستكا وصايب ودستي سعد وفدائي عندنا هنا جست ومدري مين لعب وفاز مدري مين ريد فوكس عبادي راح يلعب مع ريد فوكس انا وعمار وسايلوكس وجنوني وبتشيسا شيء مره جميل حلو حلو لكن مشكلة وقتي مع وقت شو اسمه ريد فوكس ما قاعد يجي قاعد نحاول بقدر الامكان نضبط وقت مع بعض وقت ترسل رسالة كم موجود وقت يرسل لي رسالة أنا ما كنت موجود وضعنا مرة متلخبط فتقريبا هذه الأشياء اللي صارت تقريبا في منطقة ال في منطقة ال سبحانك الألعاب والمودر والريف تقريبا أعطونا أفكار عندكم أي أفكار تقدر حقي في الديسكربشن حاب أي حد يرسل لي أي شيء أفكار شيء فكرة حلقة فكرة أي شيء أشكره راح أشكره من أعماق قلبي يعني وتقريبا حاليا راح تروحوا للقطة لعبنا فيها أنا وعادل تميمي في منطقة الألعاب لعبنا لعبتين تقريبا لعبت ذيك لعبنا لعبة الثياب مسوي جديدة ربحت منه 5 دايموند فما بي شو اسمه ما بي احرق عليكم روحوا شوفوا الحماس اللي صار في المقطع وتقدر راح انهي المقطع عشان بس رقص تخلص ذيك اللقطة راح ينتهي المقطع فكان معكم عبادي شكرا على المشاهدة نشوفكم حلقة الجاي في امان الله وش تبين نلعب؟ اوكي ورتم ذي الاشياء هذه اللي فوق مسوين الشباب مجسمات مسوينها صهيب وعبادي صهيب صهيب الذياب انا ما اخذ من ذاك حقي ايش سكنك انا لخبت سوبرمان المجسمات الموجودة هنا طالع الشكل والله افضل منطقة العاب مجسمات وحركات طيب يعني صار احلى اي شيء ما ادري اي شيء جديد عطنا جديد اي شيء لعبة حاتم لعبة حاتم ما اعرفها ترى خلصت لعبة حاتم لا لعبة حاتم ما نقدر نصورها يا شباب ما نقدر حاتم
تلقونه بالدسكربشن. لعبته مره خرافيه. خليني اروح اشوفها. طيب تعال 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 اللعبه هذه، اللعبه هذه ما اعرف لها. ايوه ده هذه هذه لعبتي. هذه لعبتك؟ بس اي يب. طيب طب شوف سلبت. طب شوف شوف اللعبه هذه مشكله يبغى لنا حد يضبطنا اياها، بس انا بضبطها ما عندك اي مشكله. يلا يلا شوف اللعبه ايه. هذه وانا اخوك راح يكون في الارمر، في الستات هذه في الارمر، ونفسه هو ايه. اثنين في الارمر. طيب واحد لي واحد لك ايه. في الستات هذه كلها ايه. لازم الواحد يطير ايه؟ يدور مثلا جاء هنا مثلا جاء لقى في ذا التشست مثلا هلمت، نزل تحت حط الهلمت، حط الهلمت هنا، بدي ارجع طلع فوق جاب شيء ثاني. مثلا اذا طلع على تشست وما لقى في شيء يرجع ينزل، بعدين يرجع يطلع. فهمت علي؟ اه فهمت فهمت. الين يعني ما تجمع يعني في الارمر يعني لي بس تشست يب تسبليت كامل يب بالضبط. مثلا مثلا طلعت على قريه من ذولي او شيء ذا من ذولي صحون طائره طلعت عليه وما لقيت في شيء، ترجع تنزل تهبط يعني عشان تضيع وقت. فهمت؟ عشان كذا الباب هذا لازم اثنين صح؟ يا بلا بس لازم اثنين، لازم ثلاثة، لازم ثلاثة عشان واحد يطلبنا التشستات. المشكلة هذه المشكلة. بس في شيء حل نقدر نسويه آه. ان نحط نوع من البلوكات. لا كيف صارت كذا؟ شوف نحطها انا ما راح احفظهم وتسوي شكل نوزعهم انا وياك. اوكي خلاص اوكي نوزعها وياك. شوف باخذ ثنتين وتخذ ثنتين. اوكي اعطني تغمض وجهك. غمض وجهي. غمض وجهك كيف؟ يلا شوف ترى في منهم في منهم موجودات يعني في منهم موجودات من قبل يعني راح حطينا واحدة بس مشكلة الهبوط يا ولد صعب لك هذي فيها اوكي هنا واحدة احط خلاص امي 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 ثواني كيف قست انت بالهواء هذي فيها واحدة بعد انا خلصت خلصت انت لا لسه باقي هذي فيها طعم كيف ذي لحستني يلا يا عبادي هذه ما فيها باقي واحدة اي واحدة الحين ما فيها ندور الحين خلصت لا لسه باقي باقي واحدة ما فيها اصدق دور معي لست فاضي رح طيب اي انا لقيت لي سروال وانت لقيتك سروال تخليه يعني شوف شوف هي شوف اذا لقيت يعني شيء اخذ من نوع واحد صح يا من نوع واحد بالضبط اذا يعني اذا لقيت هلمت خلاص ما هلمت ثاني ما اخذه اخذ اوكي لك تخلصت تمام يلا واحد دقيقه دقيقه واحد يلا واحد اوكي اوكي اكتشفت اني ما نحري في الطيران لقيت شيء امي بغيت اموت بتموت بغيت الالترا تطيح علي اوكي في طريقه جامده كنت اسويها يا اما شفتوا شفتوا زبطت زبطت حقت عاتم سروال كويس ايوه البت هذا انا خرجني طيب اي مو بلازم انط صح؟ من هنا ولا لازم؟ لا ما بدك تنط شو اسمه تهبط عادي هبط عادي لا انا اقصد اصبر ما فيها شيء ما فيها شيء ذي شت 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 هذه يا الله سرو كفو كفو لقيت سبليت لقيت سبليت باقي واحدة باقي واحدة انا ما باقي الوحدة شت اخر لا اوه بموت بموت طيب هذا هذا لقيتها 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 لا لا لقيتها يا اخيرا يا رجل انا اقسم باول طبه طبيتها فوق بغيت تموت عبادي غشاش ارفع راسك ها ارفع راسي لا 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 هذا اللي فوق هذا التاتو تاتو هذا التاتو تاتو ما اخذ مبنى مبنى ما في قدام الحمد لله ما في قدام الحمد لله ايوه انت فاكرها دائما ترى اللعبه الثانيه في لعبه هنا جديده هذه وش هي؟ اوه دي حقة الثياب ما ادري كيف ما ادري سالفته صراحة. شفت مقطع ما شفت ال حق المقطع؟ اي يب يب هنا في سلاح. طيب ايش؟ اللعبة إذا ما خاب ظني يكون لازم ناقص وطب نطب على ذي ونوقف فوق. ايه اطب يكون في حظ عرفت؟ يعني يمكن يكون في سلايم يمكن ما يكون في سلايم ولا؟ لا لا اتوقع لازم نوصل هناك شوف هذيك النقطة. طيب خلينا نجرب نسوي تيست نجرب. يلا انط
لازم اوه اوه قلبي لا لازم تفتحها بس الان يو ده دي تموت والله كنت اسوي حركه بس ما ضبطت طيب شوف شوف طيب شوف طيب شوف اول واحد اول واحد يوصل السلايم يدفع ب 200 دامج للثاني اوكي ايوه خمس حبات ليوصل لذتك هذاك الطرف يلا يقطع السلايم يا شيخ يبي يطير بالالترا عادي 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 يا رجال طير بالالترا طيب بعدين تجي كذا تبسط الالترا لا وين؟ هو انشبت 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 انا انشبت ايش كنت حط علامة يا زك؟ ابغى انكس عليها اوه بغى تموت هنا الا لاما هنا يا انت كم وسخ والله اني غبي بجيب بجيبها يبغالي يبغالي يبغالك في ذا فورنج غبي يا رجل ثواني انا شو تسوي بوتسي ما عندي في ذا فورنج تدري شت اه شت اصلا ما تقدر غش صح والله مستا يقطع شكله غريب اقسم بالله دقيقة خلينا نشوف خلينا نشوف هنا مثلا شوف المسها ايوه حفظت حفظت مكان واحدة حفظت مكان واحدة حفظت مكان واحدة واخرني اخرني حفظت مكان واحدة ليش ما لبستها؟ تقريبا هنا بوم ايه ما تردي قال في 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 سحر في سحر لكن لازم ما ننط يعني لحاله بتنططني يعني ايوه لا ما طبيت اللعبه والله صعبه سويتها سويتها عرفت كيف والله لازم ما تضغط سبيس يوم انك توصل تحت هي بالحاله بتنطط تلقائيا هات خمس حبات دامج الله تعال بلال خمس حبات يرجع يرجع خلي تنزل ارجع ارجع نط نط شوف نط نط على هذي هذي قدام بس ما تضغط سبيس لما انك توصل تحت ما تضغط سبيس وسكت فوق وسكت فوق بعدين ما ادري كيف رجعني سكت فوق امسك والله اللعبه مع انها سيئه بس يلا ما عليك لا والله خرفيه خل عنك بجرب بجرب شوف كيف شوف كيف بسوي ثاني مره فوت 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 ما في لعبة ثانية بس أتوقع شي بعد الباقي ألعاب قديمة تقريبا تقريبا هذا الألعاب الجديدة صايرة تقريبا إيه تقريبا ألعاب قديمة بس يعطيكم العافية على المشاهدة قناة عبادي راح تلقونها بالدسكريبشن قناة شباب كلها راح تلقونها بالدسكريبشن بس عبادي روحوا له واشتركوا عنده حياكم الله يعطيكم العافية على المشاهدة كان معكم جي سي ام جي جي حطوا لايكات نبي نوصل مليون الف لايك مليون الف مليون